دخل بايرن ميونخ في سباق مع الزمن من أجل دفع بتوقيع هاري كين مهاجم توتنهام خلال الفترة الانتقالية الصيفية الجارية. وقد بدأ منافسات الدوري الإنجليزي الموسم 2024/2023 يريد البايرن حسم الصفقة في غضون الساعات المقبلة لضمان انتقال هاري كين إلى نادي البواري. وبجانبها كشفت شبكة سكاي سبور الألمانية قام بعرض الأخير للبايرن ميونخ لضم مهاجم الدوري الإنجليزي. صحت أن العرض تبلغ قيمته 110 مليون يورو. شملت الحوافز الإضافية والرابعة التي يقدم البايرن محاولة إقناع بانتقال اللاعب هاري كين إلى صفوه. وفي حال قبول توتنهام عرض البطل ألمانيا فإن هاري كين سوف يصبح ذلك بأغلى صفقة في تاريخ البايرن وبطولة ألمانيا. أكدت الشبكة أن من المؤكد حاليا هو استمرار اتصال دائر بين مسؤولين البايرن ومسؤولي نادي توتنهام لإتمام الصفقة، في ذلك بالالتزام مع خروج هاري كين من قائمة توتنهام قبل مباراة ودية ضد برشلونة مساء يوم الثلاثاء في كأس خوانغام.